أنا فنان من ليبيا، أنا أشتغل على فن من الواقع الافتراضي وفن لها علاقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي. أنا عايش هنا في أمريكا في ولاية فيرمونت، ولكني حاليا في مدينة نيويورك. سعيد جدا بكل الفرص التي أتاحتها لي هذه الدولة والفرص التي أتاحها لي فريق التكس بيرسونيزم. أنا حاليا في الجامعة وسأتخرج قريبا بإذن الله. أتمنى أن نشوف فنانين ليبيين أكثر وأكثر يوصلوا إلى المجال العالمي ويمثلوا ليبيا، والفن هو شيء له علاقة كبيرة جدا بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا، والليبي لديهم كل الحق الكبير أن يوصلوا للمنصة العالمية مثل كل الفنانين المصريين والسوريين والأجانب. الفن ليس عيب، الفن ليس ضد ديننا، بالعكس الفن يمكن أن يعبر عن ديننا الحنيف ويعبر عن عاداتنا وتقاليدنا. رسم، تمثيل، مسرح، كلها أشياء لها علاقة بثقافتنا، والفن يحتفظ على الثقافة. نحن نرى كيف في ليبيا لما نذهب إلى جبال أكاكوس ونرى الفن نفرح به جدا. وأتمنى لكم كل التوفيق، مع السلامة.